يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من علامة قبول العمل الصالح انشراح الصدر بعد عمله؟ نعم، هذا من علامات القبول، إذا انشرح صدرك وفرحت بهذا العمل استأنست به فهذا الدليل على أنه مقبول إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. نعم.